نبدأ بالمحاضرة الثالثة عن المينيرالز أو المعادن. راح نقسمها إلى محاضرتين. المحاضرة الأولى هي عن المعادن الرئيسية المايكرو مينيرالز، والمحاضرة الرابعة راح تكون عندنا جزء ثاني من المينيرالز هي عن المعادن الغير رئيسية المايكرو مينيرالز. رح نبدي نعرف المينيرالز اللي هي المعادن. المينيرالز in organic elements serves as catalyzed in biochemical reactions. المعادن هي عناصر غير عضوية تدخل كعوامل مساعدة في التفاعلات الكيميائية الحياتية. They are classified according to their daily requirements, اللي هي المايكرو مينيرالز and macro minerals. راح نقسمها حسب احتياجات الجسم اليومية لهالمعادن إلى معادن غير رئيسية اللي هي المايكرو مينيرالز، والمعادن الرئيسية اللي هي macro minerals. Major macro minerals required by the body are أهم المعادن الرئيسية اللي راح نتكلم عنها في هذه المحاضرة: الكالسيوم، الفوسفيرس، والمغنيسيوم. بينما المايكرو مينيرالز الغير رئيسية اللي راح تكون عندنا محاضرتنا الجزء الثاني من المينيرالز المحاضرة الرابعة such as راح تكون عندنا الكبر، الفلورايد، الايودين، الايرون، الحديد، والسيلينيوم and zinc play essential roles in metabolism. هذه المعادن الغير رئيسية تلعب دور مهم في التفاعلات اللي تحصل داخل نسارات الميتابوليزم أو التأيض. كالسيوم and phosphorus make up 80% of all minerals elements in the body. الكالسيوم والفوسفورس اللي هي من المعادن عندنا الرئيسية يكونون حوالي 80% من المعادن المهمة، مع عناصر المعدنية المهمة في الجسم. المينيرالز are inorganic elements that originate from rocks within the earth's crust. هاي المعادن أيضا ممكن أنه تتكون من إيش؟ من قشرة الأرض، يكون كمصدر لها مثل الكالسيوم وبقية وكثير من المعادن موجودة في الصخور. Unlike organic substance in the body, بعكس المواد العضوية داخل الجسم الموجودة داخل الجسم، المينيرالز المعادن do not break down during metabolism، ما تتفكك إلى خلال مسارات التأيض. Through they can combine with other compounds، وإنما رايح تتحد مع بقية مع مركبات أخرى هاي المعادن. As they are incorporated into the body، راح تكون عندنا متحدة مع مركبات أخرى. مثال عليها، for example، مثلا عندنا عنصر الأيرون الحديد becomes part of hemoglobin in the red blood cell، راح يصبح الأيرون ويصبح موجود متحد ضمن جزيئة الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء. أيضا الزنك، and zinc is incorporated into metabolic enzymes، أيضا يكون ممكن تلاحظوا موجود مع أنزيمات التأيض اللي تدخل مسارات التأيض لتزيد من تعمل على زيادة سرعة التفاعل الأنزيمي ضمن هذه التفاعلات هاي العناصر. الفانكشنز اوف مينيرالز، وظائف المعادن بصورة عامة،
providing structure in the form of bones, teeth. راح تكون عناصر تركيبية هاي المعادن للعظام للأسنان and soft tissues والأنسجة الناعمة مثل عندنا أي معادن تقوم بهذا الغرض الكالسيوم الفوسفورس والفلورايدز. Exaggerating osmotic pressure to maintain fluid balance. أيضا تحافظ على الضغط الإزموزي والتوازن المائي اللي يحصل بين داخل الخلايا وخارج الخلايا واللي يؤدي هذا الغرض عندنا كلتنا نعرف الصوديوم والبوتاسيوم. يحافظ على الضغط الإزموزي ويحافظ على تركيز السوائل ما بين داخل الخلايا وخارج الخلايا. أيضا من وظائف المعادن assisting in acid base balance of fluids ساعد أو تحافظ على التوازن الحامضي وقاعدي داخل الجسم واللي يقوم بهذا الغرض الفوسفورس. Serving as a cofactor and coenzyme for metabolic and hormonal reactions أيضا تدخل هذه المعادن كعوامل مساعدة وكمرافقات للأنزيمات التأيض اللي تدخل داخل المسارات التأيض مثل عندنا الأيودين الزنك السيلينيوم الكبر. أيضا من وظائف المينيرالز خمسة playing a role in crucial nerves transmission تلعب دور مهم في نقل الإعازات العصبية ونقل الإشارات العصبية and muscle contraction وتقلص العضلات اللي مثل عندنا أي معادن تقوم بهذا الغرض الصوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم والكالسيوم. Categories of minerals مثل ما ذكرنا راح تكون عندنا هاي المعادن راح تكون إما تكون معادن رئيسية اللي هي macro minerals are those that people require daily in amounts over 100 milligram. عادة الأشخاص يحتاجون هذه المعادن الرئيسية بنسبة أكثر من 100 ملغرام تقريبا. They include منها أهم قلنا الرئيسية الكالسيوم الفوسفوراز الصوديوم البوتاسيوم والمغنيسيوم والكلورايد and سيلفر الكبريت. الجزء الثاني من المعادن اللي هي الغير رئيسية اللي هي المايكرو مينيرالز راح تكون كمحاضرة المحاضرة الرابعة من المينيرالز هي نشرح عنها تفصيليا. المايكرو مينيرالز are those that people require daily in amount less than 100 milligram. عادة الجسم يحتاج هذه المعادن الغير رئيسية بنسبة أقل من 100 ملغرام تقريبا وهي راح تتضمن they include الأيرون الحديد الزنك المنغنيز الأيودين الفلورايد الكبر الكوبالت والكروميوم and السيلينيوم. Common problems associated with the mineral nutrients are iron deficiency. من المشاكل اللي ترافق نقصان هذه المعادن مثلا عندنا نقص الحديد resulting in anemia راح يسبب الأنيميا and osteoporosis resulting from losses of bone calcium. أيضا الأوستيوبوريسيز هشاشة العظام راح يكون عندنا سببها هو راح يكون نقص بالكالسيوم. Major minerals راح نبدأ بأول المعادن الرئيسية اللي هي الكالسيوم. The function للكالسيوم structure components of bone and teeth راح يكون يكون كمركب تركيبي يدخل في تركيب العظام والأسنان.
الوظيفة الثانية nurse embraces conduction، راح يكون عندنا أيضا يساعد بال توصيل الإشارات العصبية، النقل العصبي، وآخر شيء muscle contraction في حالات تقلص العضلات أيضا يكون له وظيفة. الفود sources، أهم المصادر الغذائية اللي رايح تكون عندنا للكالسيوم، راح يكون عندنا الميلك موجود بالحليب، باليوغرت اللبن الزبادي، بالتشيز الجبن، الفيش الأسماك، وأيضا بالفورتيفايد صوي برودكتس، بأدنى نواتج فول الصويا راح يكون عندنا تعطي قوة، والفورتيفايد جاتش والعصائر القوية تعطي قوة أيضا للجسم، وجرين ليفي فيجيتابلز في الخضروات الخضراء، أوراق الخضروات الخضراء هاي تركز بيها عندنا الكالسيوم. deficiency symptoms، أهم الأمراض اللي ترافق نقص الكالسيوم، الأوستيوبوريسيس قلنا هشاشة العظام، التوكسيتي بالنسبة لسمية سمية الكالسيوم أو زيادته راح تسبب risk of kidney stones، راح تسبب الحصوات أو آثار الحصوات بالكدني بالكلى. أيضا الهاي بلود كالسيوم راح يسبب classification of soft tissues، تكلس الأنسجة الناعمة، و recommended intake كمية مأخوذة من الكالسيوم in adult age 19 to 50 years للبالغين اللي بأعمار 19 إلى 50 سنة يحتاجون حوالي 1000 ملي غرام بير داي، 1000 ملي غرام باليوم الواحد. during adolescence when born بينما عندنا المراهقين راح يكون عندنا يحتاجون اكثر، when born disposition of increase to one يحتاجون كمية اكثر من الكالسيوم لبناء العظام، حوالي راح تكون النسبة 1000 300 ملي جرام بير داي، راح تزداد النسبة عند المراهقين لاحتياج بهاي الكمية من الكالسيوم في بناء العظام. نجي على المعدن الثاني من المعادن الرئيسية اللي هي الماكرو مينيرالز، اثنين اللي هو الفوسفيرز أو الفوسفيت. الفانكشن للفوسفيت راح يكون عندنا أي structure components of bone، يدخل كتركيب العظام. B synthesis of ATP، راح يدخل في تكوين جزيئة الطاقة اللي هي الأدينوسين ترايفوسفيت اللي تحتوي على ثلاث جزيئات من مجموعة الفوسفيت، وأيضا يدخل في تركيب الفوسفوليبيد في الدهون الفوسفاتية. C من الوظائف الأخرى الأسيد بيس بالانس، يحافظ على توازن الحامضي والقاعدي داخل الجسم. الفود سورسز، أهم العناصر الغذائية اللي يكون عندنا متواجد بها الفوسفوراز اللي هو عندنا البروتين ريتش فودز such as dairy، الأغذية تكون غنية بالبروتينات مثل عندنا اللبن، الميتس، وأيضا البولتري الدجاج، and legumes البقوليات. deficiency symptoms نقصه راح يسبب rare hypophosphatemia اللي يسبب نقص الفوسفات hypophosphatemia، واللي راح تؤدي إلى الأنوركسيا قلة الشهية والمصل وكنيسيس
ضعف العضلات والكونفيوجن اللي راح يسبب الارتباك، وايضا اخيرا التوكسيتي بالنسبه للسميه الفوسفوراز اذا زاد از رير وذ نورمال كيدني فانكشن، راح يكون عندنا قلما راح تكون عندنا زيادته تسبب لوظيفه الكلى تكون عندنا بصوره طبيعيه، اذا زيادته راح يسبب ابنورمال لوظيفه الكلى. Elevated blood phosphorus وارتفاع ايضا الفوسفورس من يسبب ايضا classification of tissues تكلس الانسجة. احتياجات الجسم بالنسبة للفوسفورس in adult age 19 years البالغين بأعمار 19 سنة and elders والمسنين the RDA RDA نقصد بها recommended dietary allowance أو المعدل اليومي المأخوذ من هالمواد الغذائية اللي راح يحقق احتياجات الجسم. راح يكون عندنا نسبة الفوسفوراز اللي هي 700 ميلي جرام بير داي. نجي على المعدن الثالث من المعادن الرئيسية اللي هو المغنيسيوم. بالنسبة للفانكشن للمغنيسيوم A coenzyme of metabolism راح يساعد يدخل كمرافق انزيمي في التفاعلات او في المسارات التأيض او في يساعد في الفعل في العضلات عمل العضلات أو and nerves action في عمل الأعصاب. Minutes of heart rhythm أيضا يحافظ على التوترات، يحافظ على القلب من أي توتر. Thyroid hormone secretion يساعد أيضا في إفراز هرمون الثايرويد. بالنسبة للفود sources أهم العناصر الغذائية المواد الغذائية اللي يتركز بها المغنيسيوم راح يكون عندنا بالجرين لايفي فيجيتابلز بالخضروات الخضراء الهول جرانس في الحبيبات بصورة عامة بالناتس الجوز بالجوز واللجيمز بالقرنيات أو البقوليات. ايضا نقص الديفيشنسي للمغنيسيوم راح يسبب نقص المغنيسيوم نيورو ميسكلر اكستيجابيلتي راح يكون عندنا اثاره للعضلات العصبيه وايضا يسبب كاردييك اريثمز يسبب ايضا توتر للعضلات القلبيه نقص في المغنيسيوم. التوكسيتي بالنسبة للمغنيسيوم راح يسبب لنا سميته أو زيادته عن النورمال رينج، راح يسبب الدياريا الإسهال والميتال ستيتيوس تشينجز التغيير العقلي أو الذهني والمصل وكنيسيس راح يكون يسبب ضعف في العضلات وأريثيمس يسبب أيضا توتر بالعضلات القلبية. Recommended الجسم يحتاج أشقد من المغنيسيوم in male between 19 إلى 30 years بالنسبة للذكور بأعمار 19 إلى 30 سنة the recommended dietary allowance عندنا المعدل اليومي المأخوذ هو 400 ميلي جرام بير داي. increased واللي راح تزداد نسبتها إلى 420 ميلي جرام بير داي after 30 years بعد الأعمار 30 سنة. بينما بالفيمول the recommended dietary allowance أو المعدل اليومي المأخوذ
راح يكون عندنا 310 ملي جرام بير داي و from age 19 to 30 years، للأعمار ما بين 19 إلى 30 سنة، بينما تزداد النسبة and increase to 320 ملي جرام بير داي after age، بعد أعمار 30 years. رح نجي على المعدن الرابع من المعادن الرئيسية اللي هي السيلفر أو الكبريت. الفانكشن للسيلفر وظائفه، أول شيء راح يكون عندنا component of some amino acid، راح يكون يدخل في تركيب بعض الأحماض الأمينية مثل الميثيونين السيستين، وأيضا يدخل في تركيب البيل سولت بالأملاح الصفراء. الوظيفة الثانية synthesis of connective tissues، راح يدخل في تركيب الأنسجة الرابطة الفايبريونوجين، في تركيب الفايبريونوجين وفي تركيب هرمون الاستروجين الهرمون الانثوي، وفي تركيب الهيبارين كمانع للتخثر الدم اللي يستخدم في مانع تخثر الدم. الفود سورسز، راح يوجد السيلفر بالدرينكينج ووتر، ماء الشرب، وهاي بروتين فود، بالأغذية اللي تكون عندنا غنية بالبروتينات. ليش؟ لأنه البروتين يحتوي على هالعناصر مثل الميثيونين والسيستين اللي تحتوي على السيلفر. أيضا الديفيشنسي للسيلفر بالنسبة لنقصه is rare growth استنتيويك، راح يكون عندنا يسبب ضعف أو في النمو أو وهن في النمو. التوكسيتي راح يسبب أيضا الأوزماتيك دياريا، راح يسبب عندنا الإسهال إذا زاد عن النسبة الطبيعية اللي هو راح يسبب الإسهال، وأيضا بالنسبة recommended intake الكمية اللي تأخذ بالنسبة للسيلفر راح تكون حوالي 2.8 ميلي جرام بير داي. راح نجي على المعدن الخامس اللي هو الصوديوم، اللي هو الميجر اكسترا سيلولار فلويد كنترول ووتر بالانس، اللي راح يكون عندنا من العناصر اللي الرئيسية خارج اللي موجودة خارج خلايا، خارج السوائل خارج الخلايا، السيطرة على توازن الماء الموجود خارج الخلايا. فالفانكشن للصوديوم راح يكون اي اسيد بيس بالانس، راح يحافظ على توازن الحامض القاعدي وللدم، وكذلك بالنسبة للمصل أكشنز، ويساعد أيضا الصوديوم في عمل العضلات أو فعل العضلات، وبي مينتينس أوف بلازما فوليوم، يحافظ على حجم البلازما بأنه يحافظ على كمية السوائل أو حجم السوائل الموجودة داخل خارج الخلايا، و سي سيل ميمبران بوتنشال و اند اكتف، يحافظ على جهد جدار الخلية، اند اكتف ترانسبورت اوف سبستانس، يساعد في نقل المواد، جروسيز ذا سيل ميمبرانز، يساعد في نقل المواد خلال هذا الجدار. فالصوديوم يساعد في نقل هذه المواد مواد كثيرة ما بين خارج الخلايا وداخل الخلايا، ويحافظ على حجم البلازما أيضا الموجود بالدم. بالنسبة للفود سورسز، المصادر الغذاء تيبل سولت، راح يكون عندنا ملح الطعام، وبروسيسد اند كونفينس فود، وكذلك بعض الأغذية الملائمة موجودة في تحتوي على الصوديوم، أيضا بالسموكت and pickled food، بالموجود ايضا الصوديوم في المخلل او المسك المخلله او المواد المخلله. ونقص deficiency للصوديوم راح يسبب ان decrease extracellular fluid volume،
قلة في حجم السوائل خارج الخلايا، حجم السائل خارج الخلايا، والتوكسيتي للصوديوم راح يسبب altered fluid volume، تغيير في حجم السوائل، and potential for increased blood pressure، وممكن أن يسبب زيادة الصوديوم في ضغط الدم. Recommended intake، كمية اللي يحتاجها الشخص حوالي 1.5 غرام per day for adult، للأشخاص ما بين أعمار 19 to 50 years. نجي على المعدن الآخر من المعادن الرئيسية number 6 اللي هو البوتاسيوم، يعتبر من major intracellular fluids، من السوائل العناصر الموجودة داخل في السوائل داخل الخلايا. أما الصوديوم كانت extracellular، الموجود في السوائل خارج الخلايا، هذا البوتاسيوم يكون موجود داخل الخلايا. الفانكشن راح يكون عندنا nerve cells cell transmission، نقل عندنا الإشارات العصبية، المصل كونتراكشن تقلص العضلات، والفلويد بالانس في توازن، يساعد في توازن السوائل الموجودة داخل وخارج الخلايا. من المصادر الغذائية اللي يتركز بها عندنا البوتاسيوم، الفروتس، البنانة، الديريت فروتس، الفواكه المجففة، بالميلون اللي هو الشمام أو البطيخ، بالفيجيتابلز الخضروات اللي هي التيبيروس اللي نقصد بينه نبات مسك الروم، والروت and green leafy، بالخضروات الخضراء واللي بها جذور، بالبوتاتو وبالسويت بوتاتو البطاطا الحلوة، وبالكاروت، وأيضا يعني موجود عندنا بالسبينتش اللي هو الاسبانخ، وبالليجيوم اللي هي عندنا البقوليات أو القرنيات. بالنسبة للديفيشنسي، النقص البوتاسيوم راح يسبب لنا الكارديك أريثيميا، أريثيميا اللي هي عندنا توتر العضلات القلبية، المصل وكنيسيس ضعف العضلات، وأيضا زيادة باليورناري كالسيوم، زيادة بالكالسيوم الموجود باليورين أو بالجهاز باليورين، وأيضا الكلوكوز يسبب انترانيس، عدم تحمل الكلوكوز. أيضا التوكسيتي للبوتاسيوم راح يسبب لنا عندنا مثل ما قلنا أيضا الكارديك أريثيميا، توتر العضلات القلبية. recommended intake، كمية اللي يحتاجها الجسم من البوتاسيوم for adults، للبالغين 4.7 غرام per day. إلى هون انتهت محاضرتنا الثالثة اللي هي كانت عن المعادن الرئيسية اللي هي الماكرو مينيرالز. راح تكون محاضرتنا الرابعة إن شاء الله عن المعادن الغير رئيسية اللي هي المايكرو مينيرالز.